الأخبار من أون لايف. وقع وزير الطيران المدني شريف فتحي في العاصمة الروسية موسكو بروتوكولا أمنيا تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر في فبراير المقبل. كما أعلن وزير الطيران أن الحكومة تبحث استئناف الرحلات الجوية التجارية من موسكو في إبريل المقبل. من جانبه أكد وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أن مطار القاهرة يلبي جميع متطلبات أمن الطيران. بعد مفاوضات استمرت قرابة عام ونصف، تم الإعلان أخيرا عن عودة رحلات الطيران المباشر بين موسكو والقاهرة مع مطلع شهر فبراير المقبل. الإعلان جاء بعد التوقيع في موسكو على بروتوكول التعاون الأمني الذي اعتمد على ملحق اتفاقية شيكاغو ونص على أحقية كل دولة في اتخاذ التدابير الأمنية الإضافية لتأمين رحلاتها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يعطي للدولتين متابعة إجراءات التفتيش على رحلاتهما. رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة سوف تستأنف أوائل فبراير المقبل. تم الاتفاق على عودة الطيران المباشر دون أي عوائق، وسوف نتحدث في المرحلة المقبلة عن استئناف الطيران العارض تشارتر إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر. نحن جميعا كنا في حاجة لهذه الخطوة. ووفق بيان وزارة الطيران المدني، فإن وزير الطيران شريف فتحي اتفق مع نظيره الروسي ماكسيم سوكولوف على إعطاء الضوء الأخضر لشركتي مصر للطيران وأيرفلوت الروسية من أجل استئناف رحلاتهما، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون لوضع آلية لاستئناف الرحلات إلى المدن السياحية المصرية في إبريل المقبل. وتأتي روسيا في المركز الأول كأكثر الدول المصدرة للسياح لمصر منذ عام 2010 حتى عام 2015 بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 من أعداد السياح الإجمالية. هكذا تثبت مصر في كل يوم الاستمرار في مسيرة التعافي من أثار الاضطرابات التي عمت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية، فعودة حركة الطيران المنتظمة ستعطي دفعة قوية لقطاع السياحة الذي عانى طويلا من الإرهاب. قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من اليوم لمدة 4 أيام، وذلك للسماح بعبور الطلبة والحالات الإنسانية والعالقين. وتوجه السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار، مشيرا إلى حرص الرئيس الدائم على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني. استشهد 4 فلسطينيين في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة والقدس، فيما أصيب العشرات بإصابات بالغة. يأتي هذا خلال اشتباكات اندلعت بعد صلاة الجمعة استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحية والمطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع بحق الفلسطينيين. من جديد تبكي ويعاود المشهد تكراره أمام العدسات، أم تبكي على رحيل ابنها الذي استشهد جراء الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتراضا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. تتزايد أعداد الشهداء والمصابين أيضا في مختلف أرجاء الأراضي المحتلة، ففي الخليل استشهد محمد أمين عقل في العشرينيات ببيت أولى، وفي بلدة عناتة التابعة لمحافظة القدس سقط الشاب باسل إسماعيل متأثرا بجروحه داخل مجمع فلسطين الطبي. ما يقوم به جنود الاحتلال الانتهاكات أمام الأقصى، المسجد الأقصى المبارك، واليوم هي جمعة الغضب، بما أدى إلى استشهاد الشاب باسل جرى إطلاق النار المباشر على الصدر، أصيب بالصدر فوصل إلى المستشفى مستشهدا. رصاص الاحتلال لا يفرق، إذ أصابت إحداها عمدا رأس الشاب المقعد إبراهيم أبو ثريا الذي لم يبلغ عامه 30 بالقرب من حاجز ناحل عوز. ياسر سكر شاب آخر عمره في 33 سقط خلال الاشتباكات، ولكن هذه المرة في الجبهة الجنوبية الغربية من مدينة غزة. الشهداء هم من قطاع غزة، القدس، رام الله. ربما لا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يمر إلى جزء آخر من موطنه نتيجة تعسف الاحتلال، إلا أن رصاص جنوده هذه المرة لم يفرق بينهم.
قال مسؤولون أمريكيون في البيت الأبيض إن الإدارة ترغب في استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وبحسب هؤلاء المسؤولين فإن هذه المحاولات ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة التوتر بعد قرار ترامب الذي يواجه إدانة شبه كاملة من المجتمع الدولي ويؤجج العنف في المنطقة. يواصل الجيش اليمني اليوم عملية عسكرية لتطهير محيط مديرية بيحان من سيطرة ميليشيات الحوثي. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش سيطرته على مديرية بيحان آخر المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في محافظة شبوة النفطية، وذلك بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 14 عنصرا حوثي وتسعة من القوات الحكومية. اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يعد هناك أي أساس أو ذريعة لوجود القوات الأمريكية في سوريا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن تصريحات ممثلي البنتاغون تظهر عدم إدراك الولايات المتحدة للوضع الحقيقي على الأرض. كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلن أن سحب روسيا لقواتها من سوريا لا يعني في كثير من الحالات التقليص الحقيقي للقوات ولا يؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا، مؤكدا أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده واشنطن سيواصل نشاطه في سوريا. دعت الولايات المتحدة داعمي الحكومة السورية للضغط على دمشق لدفع المشاركة بشكل كامل في المفاوضات مع المعارضة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن الولايات المتحدة ترغب من داعمي الحكومة السورية في استخدام نفوذهم لحث دمشق على المشاركة بالكامل في مفاوضات جادة مع المعارضة في جنيف. وأضافت ناورت أن الولايات المتحدة تحث كل الأطراف على العمل بجدية نحو حل سياسي للصراع. اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة السورية بانتهاك سياسات تعرقل مفاوضات جنيف التي تهدف لتهدئة الأوضاع في سوريا وتحقيق السلام. وأعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها لموقف الحكومة السورية التي ترفض المشاركة في المحادثات منذ نوفمبر الماضي، وهو ما تعتبره باريس موقفا غير مدرك ومسؤول عن حجم التحديات التي تواجه سوريا. حدد مجلس الاتحاد الروسي يوم 18 من مارس المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. هذا وأعلنت رئيس اللجنة الدستورية لمجلس الاتحاد الروسي أندريا كليشاس أن قرار مجلس الاتحاد الروسي ينشر الأسبوع المقبل تمهيدا لبدء الحملة الانتخابية التي ستستغرق 3 أشهر. فيما قال رئيس لجنة الانتخابات إن أكثر من 20 شخص أبدوا رغبتهم حتى الآن في خوض السباق الرئاسي. نفى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن يكون لدى الولايات المتحدة أي نوايا للرد عسكريا على التدخلات الإيرانية بالشرق الأوسط، مؤكدا أن الرد الأمريكي لن يتعدى الإطار الدبلوماسي. حول الأزمة الكورية الشمالية قلل ماتس من تأثير الصاروخ الباليستي العابر لقارات على أمن الولايات المتحدة، مبديا اعتقاده بأنه لا يشكل تهديدا للأراضي الأمريكية. يأتي ذلك رغم تصريح وزير الدفاع بأن تقييم التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ لا تزال مستمرة. أطلقت الشرطة العسكرية النار على شخص مسلح بسكين في مطار سخيبول في أمستردام وتم احتجازه. قالت الشرطة عبر تويتر إن المشتبه به هولندي يبلغ من العمر 29 عام وهو معروف لدى الشرطة في حوادث عنف سابقة. وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على بدء مرحلة جديدة من مفاوضاتهم مع المملكة المتحدة حول انفصالها والتي تشمل العلاقات التجارية المستقبلية. قال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر إن المفوضية تقر بجهود رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من خلال مفاوضات بريكزيت. بدورها رحبت ماي بالقرار مشيرة إلى أن أهمية الخروج الهادئ من الاتحاد. لقاء إخباري تالي على رأس الساعة.